دراسة التعلم الموازي التي من الواجب على المؤرخ الوقوف عليها؟ إن الإجابة أو محاولة الإجابة على هذا السؤال يذهب بنا لفتح محور جديد من دراسة العلوم المساعدة للتاريخ، وهو محور التاريخ وتداخل العلوم. المؤرخ الفرنسي بيير كلود فرانسوا دونو، الذي تعود كتاباته لسنة 1820 تقريباً، في كتابه دروس الدراسات التاريخية Cours d'études historiques، ذهب في تفكيره في نفس توجه تساؤلنا، إذ يقول في صيغة الاستفهام كذلك: Quelles études celui qui se destine à écrire l'histoire aura-t-il besoin d'avoir faites? Quelles connaissances devra-t-il avoir acquises pour commencer un ouvrage avec quelque espoir de succès. لتكون الفكرة العامة لما قاله دونو هي كالتالي: ما هي تلك العلوم التي من المفروض على كل دارس للتاريخ أو على كل مقبل عن الكتابة التاريخية أن يكون قد تلقاها؟ وما هي المعارف التي من المفروض عليه أن يضبطها قبل الشروع بتدوين كتاب تاريخي ناجح؟ بيير كلود فرانسوا دونو حاول الإجابة عن تساؤله، وقد قام بتقسيم الدراسات التي في نظره من الضروري أن تدخل في تكوين المؤرخ إلى ثلاثة أنساق. وهنا لا ننسى أننا نتحدث عن إطار تاريخي لبداية القرن التاسع عشر، أي أن إجابة دونو يحكمها هذا الإطار الزمني بالتأكيد. في تقسيم المؤرخ الفرنسي إذن يأتي في المرتبة الأولى النسق الأدبي، ويشمل أكبر الكتابات الشعرية وأشهر القصص، لأنه يرى أن الشاعر هو من ابتكر فن السرد، وأن الروائي بالإضافة لضبطه لقواعد اللغة أيا كانت من يبرع في التعامل مع الشخصيات ومع محيطهم. يدعو دونو إذن إلى قراءة أشهر الكتب الأدبية. ثم في المرتبة الثانية يتحدث المؤرخ الفرنسي عن النسق الفلسفي الإيديولوجي الفكري، ويدعو لقراءة كتب كبار الفلاسفة ومقاربة أفكارهم. ثم يتحدث عن النسق التاريخي، حيث يقول أنه لا بد من معرفة التاريخ قبل الإقبال على كتابته، بمعنى لن يتمكن المؤرخ من إغناء حقل التاريخ إذ لم يكن على دراية بالمعارف القبلية المكتوبة في أشهر الكتب التاريخية، بمعنى نبدأ بامتلاك ما هو متوفر قبل إضافة أي معلومة. هذه إذن هي الاعتبارات التي ارتآها دونو وبعض الباحثين ضرورية لكل دارس للتاريخ، لكن منذ قرنين من الزمن مضيا. ربما وعلى ما يبدو الإحساس بأن هذه المعارف غير كافية من أجل تكوين المؤرخ هي مسألة واضحة، وهي مسألة عادية، لأنه أكيد أن هناك معارف أخرى على المؤرخ ضبطها، خاصة ما إذا تم إسقاطها بالمتطلبات الحالية في التكوين المخصص للمؤرخ، وسأوضح كيف ذلك فيما سيأتي معنا في الشرائح المقبلة. طيب، ارتباطاً بمسألة أن نظرة الباحث الفرنسي ربما تنقصها مجموعة من المعطيات، نأتي بمعطى واحد على سبيل المثال، وهنا فقط لتمكينكم من ملامسة الفكرة. فمثلا المواضيع التي يعمل ويشتغل فيها المؤرخ شاسعة جدا بقدر ما تفاصيلها كثيرة ومتشعبة. ثم دراسة التاريخ تهم مختلف مناطق العالم، هذا ما إذا قمنا بوضع مسألة التخصص على جنب. وبالتالي فمعرفة اللغات شيء مهم، اللغات الحالية
كما اللغات الميتة. دونو في كتابه دروس الدراسات التاريخية يدافع عارضا عن مسألة معرفة اللغات. نعم، المؤرخ يتعامل مع المصادر المكتوبة، يتعامل مع الوثيقة، وبالتالي كيف يفهمها إن لم يكن على دراية باللغة التي كتبت بها؟ هو يتفق مع هذه المسألة التي دافع عنها الكثير من الباحثين، لكن بتحفظ. كيف ذلك؟ بالنسبة له، وهذا شيء منطقي، اللغة التي يجب معرفتها تتعلق بالفترة التاريخية التي ينوي المؤرخ دراستها أو التخصص فيها. فمثلاً لا حاجة لمعرفة طريقة فك رموز الكتابة القديمة للقيام بالبحوث المتعلقة بتاريخ الثورة الفرنسية مثلا، ثم لا حاجة لمعرفة اللغة الإغريقية أو اللاتينية للمتخصص مثلا في التاريخ الوسيط الإسلامي. طيب، إذا ما واصلنا تحليل السؤال حول ماهية العلوم المساعدة للتاريخ، فهناك الكثير من التعريفات الغير متناسقة أحياناً فيما بينها. رأينا ما جاء به مابلي من أفكار، ورأينا ما جاء به دونو من أفكار، وسنواصل فيما سيأتي به إدوارد أوغوست فريمان المؤرخ البريطاني من أفكار كذلك. فهو يؤكد أن المؤرخ أو دارس التاريخ يجب عليه الانفتاح والبحث في كل المعارف. بالنسبة له كل العلوم، وهنا نؤكد على عبارة كل العلوم، تعتبر علوما مساعدة للتاريخ، إن كانت فلسفة، قانونا، شؤون مالية، اقتصادية، إثنوغرافيا، إثنولوجيا، الجغرافيا، العلوم الطبيعية، واللائحة طويلة. وذلك لطبيعة التاريخ نفسه كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة، فكل العلوم إذن في خدمة التاريخ. فهو يقول: Il n'est point de sujet spécial que l'historien ne puisse être amené à toucher incidemment. Par conséquent, plus nombreuses sont les branches spéciales de connaissances dont il est maître, mieux il est préparé pour son travail professionnel. ربما قد نترجم فكرة فريمان كالتالي: لا يوجد موضوع محدد في التاريخ طبيعة الحال قد يكتفي المؤرخ بمقاربته عرضا، وبالتالي كلما زاد كم وكلما تنوعت المعارف التي يضبطها، كلما كان مهيئا أكثر لمواصلة عمله الاحترافي بروفيسيونيل. وهي الفكرة نفسها التي ذهب فيها لوسيان فيبر في القرن العشرين، أي قرن من الزمن بعد ما أتى به فريمان. ففيبر يقول أنه سيساهم في كتابة التاريخ كل من اللغوي والأديب والجغرافي والقانوني والطبيب وعالم الأجناس وخبير منطق العلوم إلى آخره. لكن إلى أي حد يعتبر ما يقوله فريمان صحيحا؟ في واقع الأمر ليست كل العلوم مهمة ومساعدة للتاريخ بنفس القدر. بعض العلوم مثلا لا يحتاجها المؤرخ إلا بين الفينة والأخرى، بمعنى نعود إلى ماذا؟ نعود لمسألة التخصص، بمعنى ما الغرض من توجه الباحث في تاريخ الاجتماعي الروماني لعلوم الكيمياء مثلا؟ نخلص إلى أن العلوم المساعدة متفاوتة الأهمية حسب الحقب التاريخية وحسب المواضيع المدروسة. وفي توضيح
آخر لتفسير مسألة أن هذه العلوم التي تساعد تختلف أهميتها بالنسبة للمؤرخ باختلاف العصر أو الموضوع الذي يود دراسته والكتابة عنه. فمثلا الباحث محمود محمد السيد خلف، وهو أستاذ مصري، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، يعبر عن رأيه بمقال له حول ماهية التاريخ والعلوم المساعدة لدراسته، تم نشره بمجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويقول: العلوم المساعدة لدراسة تاريخ مصر القديم تختلف عن العلوم المساعدة لدراسة تاريخ الفتوحات الإسلامية، وهذا يعني أن المؤرخ ممكن أن يستخدم أحد العلوم المساعدة عند دراسته لموضوع معين ولا يستخدمه عند دراسة لموضوع آخر. طيب، وهنا أود فقط أن أفتح قوسا مهما. ربما تلاحظون معي أنني بين الفينة والأخرى أستشهد بفقرات لباحثين ولمؤرخين لنستفيد من أفكارهم. هذه الاستشهادات قد نعتبر أصحابها لائحة بيبليوغرافية إرشادية لدرسنا العلوم المساعدة للتاريخ. وأغلق القوس لنواصل. ولنوضح ونفسر بشكل ملموس ما قلناه، يكفي أن نعود للتعريف البسيط للتاريخ، وهو أن هذا الأخير يتكون من تفاعل ثلاثة عناصر، يعني أنه لدينا ثلاثة معاملات أو ثلاثة متغيرات كما على الخطاطة: الإنسان كفاعل، الزمن يحدد لنا الحدث، والمجال وهو مكان وقوع الحدث. وبالتالي إذا ما تغير معطى واحد تتغير المعادلة وتتغير النتيجة، أي يتغير التعريف الذي يمكن إعطاؤه لتلك الكلمة الجامعة التي هي التاريخ، ومن ذلك تتغير العلوم الأخرى التي قد نستعملها من أجل فهم المعطيات. وفي هذا الإطار يقول الأستاذ مولاي مصطفى البرجاوي في مقاله تطور الكتابة التاريخية بين الثقافة الإسلامية والثقافة المغربية: ولما اختلفت مستويات الخطاب التاريخي بحسب الزمان والمكان وبحسب الطاقة العلمية للمؤرخين، فكذلك اختلفت مستويات المعنيين بالخطاب التاريخي الذين يجد المؤرخ نفسه ملزما بأخذها بعين الاعتبار. وهنا يضيف لنا الأستاذ البرجاوي معاملا آخر يجب أخذه بعين الاعتبار في اختيار الباحث في التاريخ للعلوم التي من شأنها أن تساعده، وهو المستوى الدراسي والمعرفي للمعني بالخطاب التاريخي. لنخلص إلى أن هناك مسألة مهمة يجب أن نفهمها أثناء الحديث عن العلوم المساعدة، وهي التفريق بين ما يجب على المؤرخ دراسته من علم يساعده في تكوينه كباحث مؤرخ متخصص بما للكلمة من معنى، أي علوم يستعملها في دراسته التاريخية بشكل دائم، ثم ما على المؤرخ لاكتفاء بمعرفة اسمه أو مهمته ومكان تواجده كعلم من أجل اللجوء إليه عند الحاجة. فالأولى تعتبر علوما مساعدة للتاريخ، والثانية تعتبر علوما مساعدة للبحث التاريخي. الأولى ضرورية والثانية نسبية، ولكن يبقى التساؤل قائما والاختلافات واردة بين الباحثين حول العلوم التي يجب أن نصنفها في الخانة الأولى والعلوم التي يجب أن نصنفها في الخانة الثانية. ويبقى التساؤل الذي تم طرحه في البداية، أي ما هي ركائز التعلم الموازي
التي من الواجب على الباحث في التاريخ الوقوف عليها، يبقى هذا السؤال بدون إجابة. في الحقيقة يبقى بدون إجابة عامة أو بدون إجابة واضحة ومحددة. فعدة اعتبارات كما رأينا تدخل في الجواب. أول هذه الاعتبارات التخصص، وإلا فلن ننتهي من سرد جميع أنواع العلوم. وثانيا نوعية القارئ الذي تتوجه له المعلومة التاريخية. طيب، هناك من يقسم العلوم المساعدة للتاريخ ويحاول جمعها في مجموعات بغض النظر عن مفهومها أو مدلولها، بل من حيث الوظيفة، والمتداول في الأمر مجموعتان، أولاهما العلوم الاجتماعية وثانيهما علم الآثار. الأمر هو لا محالة تقسيم إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية التي تدرس نشاط الإنسان، ونذكر الإثنولوجيا، علم الاجتماع، علم الاقتصاد إلى آخره، والثانية العلوم التي تعتبر أو تدخل في إطار المهارات أو الأدوات الأساسية اللازمة للباحث حسب الموضوع، محل الدراسة، وعلى رأسها اللغة، الحفريات، الاستراتيغرافيا، المسكوكات، الخزافيات إلى آخره. ولو أنه في الحقيقة الحدود بين هذين الصنفين دقيقة جدا، وربما أحيانا تكون غير واضحة. فمثلا في علم الجغرافيا نفسه، إذا ما اعتبرنا الجغرافيا الطبيعية فهي مهارات معرفية، وإذا ما تطرقنا إلى الجغرافيا البشرية فهنا نكون في خانة العلوم الإنسانية. كذلك الأمر بالنسبة لعلم اللغة أو المعجميات مثلا، فهو علم يدرس الإنسان أم أدوات تساعدنا على فهم نشاط الإنسان؟ وهنا يبقى التساؤل مطروحا، لأن الجواب قد يكون هو كلاهما، أي إذا ما أردنا فهم لغة تواصل شعب ما نكون في خانة دراسة الإنسان، وإذا ما أردنا الاطلاع على وثيقة بلغة أجنبية فهنا نكون في خانة الأدوات والمهارات. ونكون بهذا طرحنا الخطوط العريضة التي من شأنها أن توضح لنا مسألة تداخل العلوم وصعوبة إيجاد تعريف متفق عليه من طرف الباحثين لمفهوم العلوم المساعدة للتاريخ.